وفاة الفنانة المغربية القديرة خديجة أسد. توفيت الفنانة المغربية خديجة أسد اليوم بمدينة الدار البيضاء عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراح طويل مع المرض. وكانت الحالة الصحية للفنانة خديجة أسد التي يلقبها المغاربة بلالا فاطمة قد تدهورت في الأونة الأخيرة، وتم نقلها أكثر من مرة إلى المستشفى بسبب تداعيات إصابتها بمرض السرطان. وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة الفنانة خديجة أسد. وقال الممثل المغربي رشيد الوالي: بلغني الآن خبر محزن جدا، وفاة الفنانة والمحبوبة خديجة أسد. وأضاف الفنان رشيد الوالي في تدوين على حسابه بإنستغرام: لا أعرف ما أقول وكيف أنعي خبر وفاة الفنانة خديجة أسد، لأن خديجة أكبر من أن أجد كلمة واحدة تفيها حقها. سنين من العطاء رفقة زوجها رحمة الله عليه سعد الله عزيز. واستكمل بالقول: أضحكتنا بأعمالها بروعة أسلوبها في التشخيص، هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن والأمومة والمسؤولية. من جهتها قالت الفنانة المغربية ابتسام العروسي في تدوين على إنستغرام: الممثلة القديرة والأخت والأم والفنانة التي دخلت بيوت جميع المغاربة، غادرت دار الدنيا إلى دار البقاء، اللهم ارحمها واجعل مسواها الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. تألقت الفنانة خديجة أسد على خشبة المسرح في عقد الثمانينيات من القرن الماضي مع فرقة مسرح الثمانين. وتفاعل المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي مع خبر وفاة الفنانة خديجة أسد. وقال بن سعيد في تدوين على الفيسبوك: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، التي تعد رحمها الله من الفنانات الكبار في الساحة الفنية الوطنية. واستكمل قائلا: عشنا مع الراحلة خديجة أسد لحظات لا تنسى في شاشات التلفزة وقاعات السينما، إلى جانب رفيق دربها الراحل عزيز سعد الله. وقال المسؤول الحكومي: برحيل خديجة أسد تفقد الساحة الفنية الوطنية شخصية فنية كبيرة، سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا. وشكلت خديجة أسد مع زوجها الراحل عزيز سعد الله ثنائيا فنيا ظل راسخا في ذهن فئة واسعة من المغاربة، وتعد الراحلة من أبرز الممثلات المغربيات اللواتي بصمنا في الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون وكذلك تقديم البرامج. وكانت الراحلة قد نقلت الليلة الماضية إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء قبل أن تغادرها إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب إنهاكه بالمرض. وخديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز، الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من 30 عاما، حيث أخرج ومثل العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية، كان أشهرها السلسلة التلفزيونية لالا فاطمة التي أصبحت خديجة معروفة باسمها. وتألقت خديجة أسد على خشبة المسرح في عقد الثمانينيات من القرن الماضي مع فرقة مسرح الثمانين، وقدمت رفقة زوجها وكوكبة من النجوم المغاربة عروضا مسرحية عديدة، من بينها سعدك يا مسعود، النخوة على الإخوة، خلي بالك من مدام، برق ما تقشع، كوسط يا وطن. وفي السينما قدمت الراحلة مجموعة من الأعمال الناجحة مثل ساعي البريد، عرس الآخرين، وآخر أعمالها كان نمبر ون. وفي التلفزيون قدمت خديجة أسد العديد من الأعمال الكوميدية والستكومات من قبيل كاركتير، صور ضاحكة، مواقف لالا فاطمة لثلاثة مواسم.
وعانت الفنانة الراحلة من السرطان وتدهورت حالتها في اللحظات الأخيرة، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات ولكنها لم تستجيب إلى العلاج نظرا لتأخير الحالة. ووفق أنباء عبر صحف مغربية وعربية أن أسرة الراحلة خديجة أسد طلبت أن يتم عودتها إلى المنزل في لحظاتها الأخيرة حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة بداخل منزلها. وكما ذكرنا، نعاها وزير الثقافة محمد المهدي بن سعيد على صفحته بفيسبوك ببالغ الحزن والأسى: تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، والتي تعد أرحمها الله من الفنانات الكبار في الساحة الفنية والوطنية. واعتبر الوزير أن الساحة الفنية المغربية فقدت شخصية فنية كبيرة سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا. خبر وفاة الفنانة خديجة أسد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تستمر الجهات الفنية والرياضية في نشر عبارات النعي لهذه الممثلة الراحلة.